السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا النقطتين A و B، A أفصولها 1 وأرتوبها 5، النقطة B أفصولها -2 وأرتوبها -4، والنقطتان مختلفتان لأن نلاحظ أن ليس لهما نفس الأفصول، واحد يخالف -2، ونعلم أنه من نقطتين مختلفتين يمر مستقيم واحد، فنريد أن نبحث عن معادلة هذا المستقيم الذي يمر من هاتين النقطتين. إذن هذا هو المستقيم الذي نحن نبحث عن معادلته، حيث يمر من النقطة A التي أفصولها 1 وأرتوبها 5، ويمر من النقطة B ذات الأفصول -2 والأرتوب -4. إذن هذا معلم متعامد ممنظم، ممنظم يعني التدريجات متقايسة متساوية، سواء في معلم في الأراتيب أو في الأفاصيل. إذن هذا هو المستقيم الذي نبحث عن معادلته، هذه النقطة، حيث هذا هو المستقيم يقطع محور الأراتيب في هذه النقطة، هنا يقطع هنا، فهذه النقطة تسمى الأرتوب عند الأصل، الأرتوب عند الأصل، سنتعرف عليه أكثر. إذن معادلة مستقيم دائما تكون على هذا الشكل، Y يساوي M في مضروب في X زائد B. إذن هذه B هي الأرتوب عند الأصل، إذن B هنا تساوي 2، 1، 2، فB تساوي 2، لكن سنبحث عنها رياديا. إذن M هنا يسمى المعامل الموجه لهذا المستقيم، أو الميل، يسمى أيضا الميل. فللبحث عن M لدينا الصيغة التالية، M تساوي Y لA يعني أرتوب A ناقص أرتوب B على أفصول A ناقص أفصول B، Y A ناقص Y B على X A ناقص X B، أو العكس، Y B ناقص Y A على X B ناقص X A. نعوض، فقلنا أن A هنا Y لA هو 5 و Y لB هو -4، فنعوض فيصبح لدينا 5 -4 يعني +4 على أفصول A -أفصول B. قلنا أن أفصول A هو 1، أفصول B هو -2، نعوض نجد 1 + 2 يساوي، إذن لدينا 9/3، 9/3، وتسعة على ثلاثة تساوي 3. إذن المعامل الموجه هو 3، فنكتب معادلة المستقيم تصبح Y تساوي 3 مضروبة في X زائد B. قلنا B هو 2، لكن سنبحث عنه بطريقة أخرى. الآن قلنا أن النقطة A أفصولها 1 أرتوبها 5، يعني هذا زوج الإحداثيات. إذن الإحداثيات B هو -2 -4، فلدينا A تنتمي إلى المستقيم، B أيضا تنتمي إلى المستقيم، فيكفي أن نأخذ مثلا A وأعوض Y و X بالإحداثيات، فستصبح لدي معادلة وسأجد B. إذن أخذ A، Y هو 5، فأعوض Y ب5 تساوي 3 مضروبة في X هنا 1، يعني 3 مضروبة في 1 زائد B، فيصبح لدي 5 تساوي 3 زائد B. إذن حل هذه المعادلة، نجد أن B تساوي 5 -3، يعني أن B تساوي 2. إذن أخذ 3 إلى الطرف آخر، تصبح 5 -3 تساوي B، يعني B تساوي 2، فالأرتوب عند الأصل هو 2، فتصبح المعادلة الآن Y يساوي 3 في X، يعني 3 X زائد 2. إذن هذه هي معادلة المستقيم الذي يمر من النقطتين A و B، اللتان إحداثيتيهما على التوالي 1 - 5 - 2 - 4، و A تخالف B لأن ليس لهما نفس الأفاصيل. إذن معادلة هذا المستقيم، معادلته هي 3X + 2
ومعامله الموجه هو 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناقص 2 ناقص 2 ناقص 4.